لو ادالك العظمة الهيومرس في الامتحان هيقول لك ايدنتيفاي دي رايت ولا ليفت، هتقول له دي ابر اند ودي لور اند. الابر اند دي هيد، او لازم تميز الست حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم وتحطها على جسمك. يعني لازم الاول تميز ست حاجات، تعرف ازاي تميز الابر اند من اللور اند، الميديال سايد من اللاترال سايد، الانتيرو من البوستير. الابر اند سهل، هيد لسر تيبروستي جريتر تيبروستي، لور اند تروكليا كابيتولام ميديال ابيكوندايل لاترال ابيكوندايل. طيب ازاي اعرف الميديال من اللاترال؟ الهيد دايركتد ابورز اند ميديالي اند باكورز، ادي الهيد ابورز موجوده فوق صحيح كان دايركتد ميديالي، كمان من تحت الميديال ابيكوندايل اكبر من اللاترال ابيكوندايل، يبقى انا ميزت الميديال من الايه؟ اللاترال. عايز اميز الانتيرور من البوستيرور، لسر تيبروستي والانتر تيوبركولار جروف وجزء من الجريتر تيبروستي موجود انتيرور، وفي اتنين فصاي صغيرين موجودين انتيرور اللي هو كورونويد فوسا وراديال فوسا، اما بوستيرورلي في فصه كبيره قوي موجوده على اللور اند على الباك بتاع اللور اند اسمها اوليكرينون ايه فصه. يبقى الابر اند في هيد لسر تيوبركل وجريتر تيوبركل، اللور اند في تروكليا في كابيتولم في ميديال ايبوكوندال في لاترال ايبوكوندال، الانتيرور في انتر تيوبركولار جروف ولسر تيوبركل، البوستيرو في الفصه دي اللي اسمها ايه؟ اوليكرينون ايه فصه، الميديال الهيد دايركتد ايه؟ ميديالي، و الميديال ايبوكوندايل اكبر من اللاترال ايه؟ ايبوكوندايل. اما نيجي للارتيكوليشنز بتاعت العظمه دي، الهيومرس زي ما احنا عارفين ارتيكوليت مع الجلينويد كافيتي عشان تعمل لي جوينت، دي اسمها شولدر جوينت، دي بول اند سوكت. طبعا التروكليا اللي هي دي ارتيكوليت مع التروكليار نوتش اوف ذا النا تعمل لي هيومرو النر جوينت، والكابيتولم ارتيكوليت مع الهيد اوف ذا راديوس ويعمل لي دي هيومرو راديال جوينت، ودي كلها على بعضها بيسموها البو جوينت، دي هيومرو النر ارتكوليشن وهيومرو راديال ارتكوليشن، دول بيعملوا الايه؟ الالبو جوينت. ده الارتكوليشنز اوف ذا هيومرس.